تدخل الاشتباكات في السودان أسبوعها الثالث وسط عجز سياسي داخلي وخارجي عن تنفيذ هدنة متكاملة تمكن من التقاط الأنفاس وفتح معابر للمدنيين لتأمين احتياجاتهم وخروج العالقين من أماكن التوتر والنزاعات، كذلك معالجة المصابين والجرحى، إذ يتزايد التدهور في الخدمات الصحية بما في ذلك شحة اسطوانات الأكسجين وكذلك قراب الدم في المستشفيات. خمس هدنات هشة رغم الوساطات والاتصالات الأكثر أهمية من قبل وزير الخارجية الأمريكي لطرفاء النزاع وكذلك نداء المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وأمينها العام الذي أكد أنه لن يترك السودان للعنف وحيدا. الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإجلاء أكثر من 300 مواطن من رعاياها وسط إجراءات أمنية مشددة ومراقبة من قبل طائرات مسيرة. ومما عرفناه من هذه الحرب والذي لم نكن نعرفه من قبل أن هناك 16 ألف أمريكيا في السودان، فمن كان يصدق وجود هذا العدد الكبير لمواطنين من دولة عظمى كالولايات المتحدة يتركون بلدهم ليعيشون في السودان؟ لقد بات واضحا أن مخاوف أمريكية من أن يفتح العنف والاضطرابات في السودان باب المواجهات المسلحة بين مصر وأثيوبيا بسبب سد النهضة باعتبار الموقع الحساس للسودان بين الدولتين، والذي يصعد من القلق الأمريكي والاضطراب في دولة تطل على ممرات استراتيجية دولية هامة وعلى ضفاف البحر الأحمر حيث يعبر 15 كابلا دوليا وهو ممر هام واستراتيجي للتجارة الدولية، وعلى الضفة المقابلة تقع السعودية، فضلا عن ذلك الكم من شبكة المصالح الدولية الأكثر تعقيدا. إن أهمية السودان كونها تقع على البحر الأحمر حيث أن روسيا تسعى للحصول على مرفأ قدم هناك والذي لا ترغب فيه الولايات المتحدة، كما أنها لا تريد أن يعود النفوذ الإيراني إلى السودان مجددا. إن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا حريصة كل الحرص على أن لا يعود الإسلاميون إلى السلطة إدراكا لتاريخ القاعدة ولتاريخ المنظمات المتطرفة هناك، غير أنها تعتبر عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان ونائبه حميدتي بعيدين كل البعد عن التيار الإسلامي السياسي. لكن القلق الأمريكي هو من أن عودة الاضطرابات وما يمكن أن تفضي إليه من العنف في السودان وأثار ذلك على الممرات التجارية الدولية، ذلك أن الاضطرابات قد تجلب الفوضى ومن إعادة النشاط للتنظيمات الإرهابية التي عادة ما تتمكن من أي منطقة في حال اندلاع النزاعات فيها. بالفعل على أمريكا وعلى المجتمع الدولي أن يقلق من تنظيم مثل القاعدة الذي قد استغل الفوضى مثل ما شهدنا ذلك في السودان في الماضي، حيث أن أسامة بن لادن خطط لهجمات 11 من سبتمبر هناك وطرد منها، ثم بدأ القلق من إيران من خلال هذه الفوضى. تريد القاعدة استغلال الأوضاع واستغلال ما تبقى من نفوذ الإسلاميين في السودان.